موجز أخبار الآن في دقيقة، أهلا بكم. وفيه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيعلن موقفه من الاتفاق النووي مع إيران الثلاثاء، وذلك بعد تهديدات متكررة بالانسحاب من الاتفاق الموقع في 2015. أصدر القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر أمرا قياديا بإطلاق عملية عسكرية موسعة لتحرير مدينة درنا من قبضة الجماعات الإرهابية المتطرفة. قال مجلس القضاء الأعلى العراقي إن جريمة قتل المرشح عن تحالف الوطنية فاروق محمد الجبوري في الموصل جنائية وليست إرهابية، وهو ما يدل على فشل دعاية داعش. قالت وسائل إعلام تديرها جماعة الحوثي في اليمن إن طائرات حربية تابعة للتحالف العربي نفذت ضربتين جويتين على القصر الرئاسي وسط العاصمة صنعاء. أعلن الفرنسي فرانك ريبيري جناح فريق بايرن ميونخ تجديد عقده مع العملاق البافاري لمدة موسم واحد، وتحديداً حتى 30 من يونيو 2019.